شكل تطوير فرص التعاون في مجال التكوين المهني بين المغرب وغينيا محور محادثات جرت بالدار البيضاء بين المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل السيدة لبنى طريشة ووزير التعليم التقني والتكوين المهني الغيني السيد ألفا باكار باري. دعم المغرب لغينيا في مجال التكوين سيهم تطوير بنيات وآليات للتكوين المستمر للاستجابة للاحتياجات المتزايدة المعبر عنها من قبل المقاولات الغينية. هذا التعاون سيشمل أيضا البحث المشترك في إطار التعاون الثلاثي عن مصادر جديدة للتمويل من لدن مانحين عالميين من أجل إنجاز مشاريع التعاون. خلال هذا اللقاء أعرب الجانبان عن التزامهما بتطوير شراكة ثنائية من خلال برامج متبادلة مع تأكيدهما على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين اللذين تجمعهما شراكة منذ فترة طويلة. إنها فرصة للإشادة بالدعم الذي يقدمه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتطوير منظومة التكوين المهني في غينيا من خلال إعادة النظر في التعاون وتوجيهه نحو قطاعات ذات أولوية فضلا عن تعبئة خبراء المكتب. على هامش هذا اللقاء قام الوفد الغيني بزيارة لمركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة العنق بالدار البيضاء بهدف الاطلاع عن قرب على مختلف الفضاءات البيداغوجية للمؤسسة.